مليون بحبك اقطع على كلمه بحبك حلوه جدا حلوه جدا لا بقى انا مش بحبك انا مليون بحبك اقطع على كلمه بحبك حلوه جدا حلوه جدا عايزه اكلمك واكلمك واكلمك لو عيني مغمضه انا بسرح فيك واتخيلك استريح واهدى بيه وما بنطق بس اسمك معرفش بيجرالي ايه بسمع صوتك الحلو استريح واهدى بيه وما بنطق بس اسمك معرفش بيجرالي ايه لا بقى لا ده انا مش بحبك انا من مليون بحبك اطلع على كلمة بحبك حلوة جدا حلوة جدا لا بقى لا ده انا مش بحبك ده انا من مليون بحبك اطلع على كلمة بحبك حلوة جدا حلوة جدا لا بقى لا ده انا مش بحبك ده انا من مليون بحبك اطلع على كلمة بحبك حلوة جدا يا اخويا العيال اندر 26 ده اللي احنا بنقول عليه في الحلقه دي قاعدين يقولوا سانجي 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 ما الايكون بتاعتنا سانجي انا قلت سانجي دي بقى يعني حاجه عملاقه بقى وبيموتوا فيها وبيحبوها قوي وبيسمعوها جدا وبيعملوا لها شيرز ومش عارف ايه على الفيسبوك وتويتر حاجه زعرينه كبيره يعني فقلت لهم يا جماعه هاتوا لنا سانجي عشان الاندر 26 عايزين ساندي بصيت لقيت بسكوته قد كده هو جايب لي زغننه كده انت ايه خله انا عمال اخس بس لوحدي من التنطيط غنونه خالص يا اختي 46 كيلو لو النبي والله لا حول ولا قوه الا بالله ده الم شنيع جوايا يعني معلش بقى اعمل ايه طيب يعني انا شايله قدك مره وتين لا ما تبالغيش مره وتين مره وتين انت عندك كام سنه ولا ما ينفعش بلاش مش مهم يعني هو مش صغير مش تين اندر 26 يعني لا لا والله انت مش اندر 26 بس هو شكلي خلاص اسكتي بقى طيب حاضر انت بتاعت الاندر 26 بيحبوك مش مشكله عادي ما تايلر سويفت عندها حاجه و30 سنه وبرضه تين ايدل يعني لا بس والله العظيم زغنونه خالص انت بيحبوكي ليه بيحبوني ليه هو انا في الاول اول ما ابتديت غنى كنت بغني اغاني اللي هي بتاعت السوق العاديه المقسوم والناس كلها بتغنيها فما حسيتش نفسي بصراحه ما حسيتش ان انا مختلفه يعني لما غنيت روك ميوزك فيعني اختلافي خلى الجيل ده يشوفني بشكل مختلف يحبني لان انا مختلفه عن اللي شافوه واللي سمعوه طول حياتهم من وهم لسه مش ما بيفهموش حاجه انت عامله لوك يانج قوي صغنن شاب مش شاب يعني تين ايجر مراهق قوي وهم حابين فيكي اللوك ده قوي وحاسين ان بقى عند اللي انا فهمته يعني انه الجيل ده حاسس ان بقى عنده واحده شبه بتوع بره بتاعته هو تخصه يعني باللوك واللبس والعفرطه وصورك اللذيذه عامله سيشنز حلوه شفتها انا لكن معاني الكلام تقيل يعني لما بتقولي ما بحفظش اسامي الاغاني الغنوه بتاعت النيرد دي اللي هي البنات المظلومه دي ومن ورا نضارتي برضو المعنى عجبني وبعدين حياه طبيعيه بتناقش فيها ايه
الانفصال الاب والام، يعني انه بنت نفسها حد يقول لها انت اتاخرتي ليه النهارده، نفسها يعني لما تغلط تتعاقب ويتقال لها انت ليه ما جبتيش مجموع يدخلك هندسه، يعني ده كلام الاغنيه، مفتقده الحياه اللي فيها اب وام يعني حتى بيضغطوا يعني ان هي حد يسال عليها، حد يقول لها انت بتعملي ايه، لانه في ناس كتير بتفتقد ده وناس كتير عندها ده ومش مقدراه. اغلط واتعاقب حتى بحدك على الاجنده، كنتي فين انتي اتاخرتي ليه النهارده، نفسي اغلط واتعاقب حتى بحدك على الاجنده، نفسي اصحى الصبح على فاق يلا عشان المدرسه، او حتى خناق عشان مجموعي ما جابليش هندسه، عايزين منك ايه غير انك تبقي كويسه والجمل البايخه دي، معرفش ازاي طول السنين دي مفكره ان انا عايشه ومش منفصلين ومش راجعين، لا انا ولا هم مرتاحين، كلنا مأسيين. حتى في بداية الأغنية كنت بقول في حاجات كتير بتضايقنا وبنبقى كارهينها، بس الحاجات دي بالنسبة لناس تانيين هي قمة السعادة. عشان فعلا ايه اللي خلاكي نقيتي كلام زي ده؟ مريتي بحاجة كده؟ مريت بده فعلا، وعشته لفترة طويلة يعني، واختي بتعيشه، واختي تين يعني عندها 17 سنة، فهي اكبر مثال يعني، يمكن هي الريفرنس بتاعي اللي انا بغش منه للجيل اللي انا بغني له يعني، فبشوف هي بتعاني من ايه وايه اللي يمكن من ورا نظارتي كمان، هي بتلبس نظارة هاي هبة فهي كمان يعني اكتر تصورت لها فين هاي هبة فهي يعني اكتر حد بستوحي منه الحاجات اللي انا بحسها الجيل ده محتاجها. يعني في اغاني كتير ليها معاني عندي يعني، ايه تاني ايه تاني ايه تاني ايه تاني ايه تاني مش فاكراهم؟ لا مش احسن من كتير. هي بتتكلم عن الوحده يعني، انه انا نفسي يعني احب واتحب بس خايفه اتجرح، والبنات كتير بتعاني من المشاكل دي، فقدمت مواضيع كتير مختلفه قربت جدا من السن ده والحمد لله. بيقوموا يرقصوا معاكي في الحفلات على طول، بشوفهم بتنططوا بيقوموا بيعملوا الامبيونس بتاع الـ 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 الستارز بتوعهم، يعني لما بشوفهم بره بيعملوا كده انا بتبسط قوي لما بشوف ده، لان انا يعني عمري الفني بالذات بدايه من نجاح حصل خير، فلا يتعدى 3 سنين يعني، انا بقالي 8 سنين بغني، بس وقت ما حسيت بنجاح حقيقي كان بدايه من حصل خير. الوقت مش كبير انه اعمل الجمهور ده الحمد لله، وان يكون لي شكل ويكون لي لون الناس بتروح له، فده يعني توفيق من ربنا. انا الحقيقه لما ابتديت اتابعك شويه عشان اتعرف عليكي، يعني لان انتوا صغيرين قوي الواحد لسه مش عارفكم يعني كويس، احنا يعني لقيتك ليكي طعم وليكي عفريته صغننه كده وبتفرغي شحنه شقاوه يعني، في حتى الولاد هم بيتفرجوا عليكي حاسين زي ما بقول لك كانه حد هو عامل يعني بيعمل الحاجات اللي هم نفسهم يعملوها، واللي بيشوفوا الخواجات بيعملوها هم لا، كعفرطه وتنطيط ومش عارفه ايه وكده. بس برضو برجع اقول لك انه حزين المعنى، معانيكي حزينه. يعني اكيد انا حاجات كتير بعاني منها، وانا برضو مش بس فنانه، اكيد اللي عندي مشاعر وبحس، مش بس ان انا يعني بقدم شيء وخلاص عشان الناس تتفرج عليا، اكيد جوه ده مضمون يعني، ان انا بعبر عن جيلي، والجيل ده عانى من حاجات كتير يعني. انا يمكن كان نفسي اعمل اغنيه اسمها انا من جيل مظلوم، لانه الجيل بتاعنا، وان شاء الله اعملها يعني، لان احنا الجيل بتاعنا اتظلم كتير، لانه دخلنا في حاجات كتير والبلد بقت ظروفها وحشه جدا، وبعدين دخلنا في ثورات وفات فيها 4 سنين. بكره هتعرفوا ان انتوا جيل محظوظ جدا لما تخلص الفتره دي وتكونوا خدتوا الدروس المعتبره منها وتبقوا قويتوا اكتر ما اي جيل تاني كان عدت حياته كده رتيبه وممله. ماشي، بس هيكون عمرنا يعني شبابنا اللي احنا المفروض نفرح بيه دلوقتي هيكون راح، هيكون عدينا ستيج. شباب ايه يا اخويا اللي هتفرح بيه دول؟ هم 3 سنين.
ماشي بس هتعوضوهم ان شاء الله. يا ساتر على الاستعجال بتاع العيال دي. مش استعجال والله، بس دي حقيقه يعني. نقعد في نكت كده يعني، برضو الواحد محتاج يحس بتغيير في حياته. اي نعم انا مبسوطه بالتغيير بس، ومبسوطه باللي حصل في البلد ايا كان، حتى لو يعني نزلنا شويه بس دينا بنطلع تاني الحمد لله. وده والتغيير ده كان في صالحي، لان انا لو ما كانش في تغيير كان الناس هتفضل تسمع زي ما بتسمع، والناس كانت هتخاف من المزيكا الجديده، ومحدش كان هيسمع اندر جراوند ميوزك ولا كانتري ولا روك ولا الالوان اللي بقت تطلع دلوقتي. ولا اوكا وارتيجا ولا الناس دي. فاكيد التغيير ايا كان حتى لو للاحسن وفي حاجات زي ما التغيير فيها بياخد في سكته الحلو والوحش وبعدين يتفلتر ويتصفى كده. بالظبط كده. حقيقي بحبها فيك وبنسى نبيك.